الإشكال في هذا الباب بنص مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة 23 للجنة التراث العالمي بمراكش التي عقدت في بتاريخ 29 نوفمبر 1999، إذ يقول جلالته أعزه الله: إن المحافظة على التراث المحلي والوطني وصيانته إنما هما محافظة على إبت إنسان يلتقي عنده باعتراف متبادل جميع أبناء البشرية. إننا اليوم مسؤولون جميعا عن حماية هذا التراث بكل أشكاله والحفاظ عليه للأجيال المقبلة، ولا يمكن أن ندعي أننا لم نكن على علم بما يختزنه العالم من تعدد حضاري وما يتهدد هذا التعدد من مخاطر بفعل الحروب والفقر والأمية. انتهى كلام جلالته. إن هذا القول الملكي الثاني يبرز الوعي العميق بأهمية التراث محلياً كان أم دولياً، باعتباره وعاءً لحفظ الذاكرة الجماعية للأمم مع احترام أوجه الاختلاف والإيمان بجوار الحضارات وتفاعلها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.